اهلا ومرحبا اعزائي المتابعين، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. واحد من المتابعين الجميلين اسمه لافا ماكس سألني ان لما يشغل الايقاعات الخليجية او اي ايقاعات يكون صوت فوليوم صوت المالتي باد الفوليوم اقل، كيف ترفع اللي هو المالتي باد؟ المالتي باد طبعا ترفعها بطريقة واحدة، اول شيء تروح على الميكسر، تطلع لك الصفحه هاي الرئيسيه على البانل، دايركت على البانل، تيجي عند البانل فوليوم، ما تي عند الاشياء، تي عند البانل فوليوم. لاحظني معي، فوليوم حق الستايل، فوليوم حق المالتي باد، فوليوم حق الليفت، فوليوم حق الرايت. انت هني ترفع على حسب ما تبغى. يعني شوف الحين انا بشغل هالايقاع، شوف برفع الفوليوم مال المالتي باد الى 127 اخر شيء. زين الحين اسمع معيني، بهاي الطريقه صوت الفوليوم مال المالتي باد اعلى عن صوت الايقاع. بس في ملاحظه، يمكن تكون ساعات الايقاعات اللي انت تحطها يكون السامبلر مالها عالي، يكون السامبلر مالها وايد عالي، فانت لازم تعمل عمليه اجست. يعني بعد قلل، اذا شفت انك انت طولت على المالتي باد وبعد ما زال المالتي باد مخفض، لازم انت تخفض على الايقاع. يعني تعمل له مثلا تحت تخفضه، مثلا شوف تخفضه تحت عشان تطلع معاك المالتي باد. وهاي الطريقة الوحيدة انك تعمل عملية اجست. يعني اذا طولت على 127 وما نفع معاك، لازم انت تعمل اجست حق الايقاع وتنزل كامل بالمصاحبات كامل. طيب اذا انت ما تبغى تخفض صوت الايقاع، بس تبغى تخفض صوت المصاحبات اللي جاي مع الايقاع، صوت البيز وصوت هذا، طبعا انت تدش في الستايل. شوف هني عندك فوليوم الستايل، تخلي الايقاع مثل ما هو وتتحكم عقب في البيز والكوردات الثانية. وإلى اللقاء مع معلومة ثانية.